الاهلي والزمالك 27 حاجه محترمه وحاجه مشرفه ان فرقتين بقيمه الزمالك والاهلي يوصلوا النهائي، اعتقد اول مره في التاريخ. بتمنى ان الماتش يطلع بشكل مشرف. الاقرب مين من وجهه نظرك، ولا السؤال ده ملوش اجابه؟ لا مش ملوش اجابه، لكن اتمنى ده الاهم، ان الماتش يليق باسم مصر ويليق باسم قلعتين كبار جدا زي الزمالك والاهلي. الماتش في الظروف العاديه في الدوري في اي ماتش قمه بيبقى الماتش ملوش حسابات ملوش مقاييس. تخيل ان هو ماتش نهائي كابتن سيف والفرقتين ماشيين بشكل محترم، الفرقتين داخلين بشكل قوي جدا جدا. هتبقى يعني هيبقى ماتش ملحمه. فاتمنى بس يطلع بشكل مشرف. اكيد اي زملكاوي بيتمنى. مفتاح اللعب في الزمالك كلهم، الزمالك عندهم مفاتيح كتير جدا جدا جدا. الزمالك ماشي بشكل محترم وشكل قوي وعنده مفاتيح كتير جدا. الاهلي مع موسيماني بقى شكله قوي ومحترم ومنظم. بس ما فيش لاعب او اتنين مثلا تقول ده لو فاقوا فاقت الفرقه؟ لا كتير يعني في الزمالك مثلا من شرقي وساسي ممكن لو فاقوا مع زيزو مثلا الزمالك بقى ليه شكل. في الاهلي مثلا يعني الزمالك في الحته اللي قدام عنده حلول كتير وكلهم حلول ومفاتيح وناس اقوياء. الاهلي نص ملعبه قوي، ديانج وسولايا وحمدي لما بيدخل نص ملعبه قوي، وقفشه قدام والشحات والمجموعه كلها. الفرقتين عندهم مفاتيح وحلول والفرقتين اقوياء جدا. الماتش 50-50 بس اتمنى ان هو تدي المنتخب النهارده كام من 10 لحد ما نرجع نتكلم؟ يعني بص يعني كويس ان المنتخب فاز، ببارك له طبعا. وثلاثه بونت مهمين جدا بغض النظر عن الاداء، ممكن يتحسن مع الوقت. فده كان الاهم يعني، ثلاثه بونت مهمين. ما تقيمش فني؟ لا فني الاداء طبعا يعني متوسط او يمكن اقل من المتوسط، لكن في مراحل كده كانت سيف. المهم تكسب. المهم تكسب صح.